حاجه، المستشار مرتضى منصور عمل مجموعه انجازات تاريخيه وهو في اللجنه بصراحه، يعني ان هو مثلا موضوع الضرائب والتامينات عملها، سعيه في موضوع البث الفضائي والفلوس اللي ده عند التلفزيون عمل حاجه ده. ولكن النادي الاهلي كمان لازم يبقى موجود في المنصوبه، لان اساس كره القدم في مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك، على الزمالك والاهلي هم دول قطبي الكره المصريه، وانت لعبت كتير يا كوتش وعارف هذا. كان يعني من غير الاهلي والزمالك ما الكرة ما تبقاش يعني كرة، يعني ده وجهة نظري يعني. اه طبعا دكتور اسماعيل، في النهاية انا عايز بس يعني اقول لحضرتك ان احنا نفسنا ننهي بقى هذا الصراعات او هذه الصراعات، ندينا بقى نفسنا بقى نخش بجد يعني الوسط الرياضي، واحنا متسامحين واحنا نقدر نبني، عشان احنا زهقنا من كتر ما الصراعات دي بتعطلنا. بالظبط كلامك يا كابتن وائل، كلام مظبوط 100 100، وانا متفق معاك 100 100 ان لازم نوصل بقى المرحله نعدي الصراعات ديت ونعدي المواضيع ده هي ولصالح الكره المصريه. يعني نفكر ازاي، يعني مثلا في مشروع دلوقتي احنا اقترحناه على اتحاد الكوره انه يعمل زي ورشه عمل، وهنجيب هو اتحاد الكوره هيجيب على نفقه محمود بن طاهر رئيس رئيس رابطه الانديه المحترفه السابق في بريطانيا، تمام، بحيث يجي يعمل ورشه عمل عشان احنا داخلين عصر بقى رابطه الانديه المحترفه. ده كلام محترم، ده كلام محترم دكتور اسماعيل فايد نائب رئيس مجلس اداره نادي سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق.